الاستاذ محمد شمسي محامي بهيئه المحامين بالدار البيضاء. تم تاجيل الملف المتعلق بجريمه التشهير والسب والقذف الى جلسه 8 في شهر 11 المقبل. وعطفا على الملف اشنو فيه، هو ان واحد السيده اللي هي متزوجه وام تعرضت لواحد الوابل من السب والتشهير لدرجه ان المشتكى به يعني هانها وسبها في شرفها وصفها واحد الوصف قبيح، وهو انه وصفها بانها او ان الزوج ديالها نهار الاول عطاوه كره منفوخه. كنلاحظوا حتى الوصف يعني وحشي بدائي كيمس في العرض ديال هذه السيده هذه. والاخطر من ذلك هو انه بالاضافه انه كيمس الزوج وكيمس الزوجه اللي تقدمت بالشكايه، فهو كيمس هذا الطفل. هذا الطفل سياتي اليوم اللي غادي يعرف على انه كان موضوع تشكيك في النسب ديالو من طرف واحد السيد. للاسف الشديد بحال هذه الجرائم كتكون فيهم المراه هي الضحيه باعتبار ان كاين خلاف ما بين المشتكى به والزوج ديالها، ولكن هذاك المشتكى به قرر على انه يقحم الزوجه كواحد طرف، لانه كيبان لي على ان الزوجه هي يعني المكان الملائم باش يصب ذاك الغضب ديالو، واتهمها في العرض ديالها وكيف قلنا وصفها واحد الوصف بدائي غير انساني غير حضاري وما مبنيش على حقائق. لان باش تقول الانسان على انك تزوجتي بالزوجه ديالك وهي حامله او وصفها هو الوصف ديال كره منفوخه، وجمع واحد المجموعه ديال الدراري الصغار لابسين تونيات وهازين كره وكيقول لهم هذا هو فلان اللي عطاوه الكره منفوخه، فهذا كيتجاوز حدود تصفيه حسابات وكيدخل الفعل الجرمي اللي كيعاقب عليه القانون. للاسف الشديد الشكايات المباشره طبعا ما كتكونش فيها العقوبه السالبه للحريه، كان يفترض على ان النيابه العامه تتحرك من تلقاء نفسها. يعني هذا النوع ديال الناس اللي كيبقاو مخبين وراء الهواتف ديالهم وراء الحواسيب ديالهم وكيقصفوا عباد الله بالبهتان، كان مفروض على ان النيابه العامه يعني تتابعوا من تلقاء نفسها وتتابعوا في حاله اعتقال، لان الجرم خيب وتا واحد في الانسانيه ما يبغي ان الزوجه ديالو يعني يتقال عليها بحال هذا الكلام قبيح.